السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اول حاجة حبيت نعتذر منكم، راني نغيب شوية على القناة. وثاني حاجة حبيت نشكركم كامل اللي سقسيتوا عليا واتصلتوا بيا، ونشكركم ايضا على تعليقاتكم الرائعة. الفيديو تاع اليوم فيديو تحفيزي، فيه روتين خفيف لتنظيف الصالون. رايحين نقيو ان شاء الله مع بعض الحيط من الغبار، وان شاء الله راح يكون فيديو تحفيزي للجميع. اذا في بيت الاهل في دارنا كما العاده في الصيف نفرشو كامل في الارض ونرقدو. اول حاجه درتها هنا كما راكم تشوفون، فتحت النافذه باش تهوى مليح الغرفه، رايحه نجمعها قبل ما نروح للصالون. هنا كما راكم تشوفو يعني الاخضرار، وجست مور هاد لي فيلا كاين البحر، يعني النسمه تاع البحر تلحقنا يعني مع الصباح هايله كما راكم تشوفو. وكي يكون كان الجنان خضر يعني طاقة إيجابية مع الصباح، كي تفتحوا النافذة وتلقاو اللون الأخضر. فوالا، بعدها رحت مباشرة نرفت الفريش، رفت كامل لي دغا والمخايد، نفضت شوية، مسحت شوية برك لابوسيغ، وجمعت غرفة الجلوس. وبعدها باش نروح نقي الصالون، لأنه هو اللي يعني يحتاج التنظيف خاصة في الحيط. اذا هنا يعني نحط في المخايط كما راكم تشوفوا، وفرشت مطرح صغير في الارض للاطفال يعني باش يقعدوا فيه هنا وما يديرونجيونيش، يعني يقعدوا يلعبوا وما يدوروش بيا، يعني ما يقلقونيش كي نكون نخدم الصباح في شغلي. هذه هي. بعدها رحت مباشرة للصالون. صالون كيف كيف فتحت النوافذ باش يتهوى، على بالكم التهوية مع الصباح اهم شيء سواء في الشتاء ولا في الصيف، التهوية مهمة جدا. اذا فتحت النافذة وكما راكم تشوفوا في الصالون كيف كيف الخضورية، وهنا الشجرة هذه تاع البرقوق يعني زادت النص، عطات منظر بزاف شباب، خاصة اللون الاحمر هذا يعني يعطي منظر بزاف شباب. وتعرفوا الفواكه كي تكون هكا في الشجرة يعني المنظر تاعها هايل. فوالا، نخليكم تتمتعوا شوية بهذا المناظر تاع الفواكه الطازجة. فوالا، بعدها دخلت مباشرة بعد ما تهوى مليح صالون، فتحت زوج توايق يعني من الجهتين، رحت مباشرة باش ننظف. قلت لكم نركز على الحيط، احنا عندنا هاد البابي بان اللي جاي فيها حرش يرفد بزاف الغبرة، يعني لازم مرة على مرة واحد يفوت عليه ينظفه، لانه يجمع الغبار خاصة في فصل الصيف. هنا اول حاجة درتها رفدت كامل المخايد وجبت هاد لي فوتي باش ما يديرونجيونيش ونخدم آلاز. فوالا، وبديت مباشرة في العمل. بالنسبة للابوسيغ من الحيط انا نستعمل هاد المكنسة العجيبة ولا البالي بلا، برك لازم تنحيو لها هاد العبوة، لانه هاد العبوة تكون ثقل البالي تاعكم، خاصة اذا كانت معمرة بالماء ولا بصانيبون. جو بريفير نحيها باش نخدم الاز، وتركبوا لها الشيفون تاعها تاع الميكروفيبر، برك لازم تخيروا ماركة مليحة، يعني كيما قلت لكم ميدينات هي المخيرة. انا عندي ديروا الميكروفيبر يكون نقي وناشف، ما لازمش يكون مشمخ، اذا خليتوه مشمخ راح يخلي لكم لي تراس في الحيط. الوغ تغسلوه مليح وتخلوه ينشف، وديروه هنا في المكنسة وتفوتوا كامل على الحيط. معروف جدا على الميكروفيبر انه يمتص كامل الغبار كي يكون ناشف، وكي يكون مشمخ يمتص الماء، يعني يمتص مليح الماء ولا اي حاجه سائله. فوالا، كيما راكم تشوفوا راني نفوت كامل على الحيط من الفوق ومن التحت. هنا راني شاده الكاميرا وفي نفس الوقت راني نصور، يعني جدتي شويه صعيبه، لكن نتوما على بالي اذا كنتو يعني تمسحوا عادي راح تجيكم اسهل. هاد المكنسه خفيفه بزاف، تساعدكم بزاف في الخدمه، والميكروفيبر تاعها يعني فريمون كاليتي، يعني اللي جرباتو على بالي يعني على بالها واش راني نقول. فوالا، تضغطوا مليح وانتم تمسحوا حتى كامل يعني هذا الثقوب يفوت عليها الميكروفيبر ويجبد كامل الأتربة ولا الغبار اللي يكون لاصق. والحاجة المليحة في هذه المكنسة العجيبة انها تمسح مليح ليكوا، يعني كامل المناطق الضيقة تمسحهم مليح، لانها الدور يعني في كل اتجاهات، وشيفون تاعها تاع الميكروفيبر جاي عريض يعني في لي كوتي، ورايح يمسح لكم ليكوا مليح، يعني كما راكم تشوفوا معايا في الصورة يمسح بيان
كامل لي كوين، نحي كامل لا بوسيير. فوالا، اذا فوت كامل انا على الحيوط، ما صورت لكمش بيان سور كلش باش ما تجيش لا فيديو بزاف طويله. صح انا فت كامل عليهم مسحتهم، بعدها رايحه نمسح الارضيه. بالنسبه للارضيه منش رايحه نزرزق اليوم برك بالنشاف، نشاف كيف كيف تاع ميكرو فيبر، نمسح مليح بالنشاف يكون اولا مشمخ، ومن بعد نعاود دو فوا بالنشاف يكون معصور مليح يعني ناشف، والدنيا تولي تشعل. انا برك في الماء حشاكم هذاك تاع السياق ندير قطره برك تاع الشامبوان بالنسبه لا دال دو سول تولي تلمع، يعني شامبوان معروفه انها تخلي لمعان هايل في لا دال دو سول. شكون يستعمل شامبوان في لا دال دو سول يقولها لي. انا صراحه نشري شامبوان وحده من رخيصه كامل ونخليها يعني لا دال دو سول نمسح بها، تعطي لي نتيجه فعلا بزاف هايله، والريحه ايضا تخلي ريحه شابه. ممكن تستعملوا سانيمو. وفي التنظيف العميق يعني اكيد لازم لو جافيل، انا نستعمل امير جال ينقي لي مليح ويعجبني بزاف يعني الفعاليه تاعو بزاف هايل. اذا بعد ما مسحت مليح وعاودت بالنشاف ونشفت الدنيا، رايحه نرجع بيان سور الان كل حاجه لبلاصتها. نبدا نرجع لي فوتاي ونرجع المخايط بيان سور كيما راكم تشوفوا. الحيط كي تمسحوه مليح بهذاك الشيفون يعني تحسوا بالفرق. في الاول يبان لكم نقي يعني الحيط، لكن كي تمسحوه هذاك الميكروفيبر تلقاو فيه غبره بزاف، يعني تحسوا انه فعلا تنقى، وخاصة في الصيف يعني يكون الريح ويكون بزاف يعني الغبار. تعرفوا فصل الصيف كيما كاش الشتا دايما لا بوسيير تكون بزيادة. فوالا، وهذه هي النتيجة النهائية كيما راكم تشوفوا. اذا مسحت كامل الحيوط، انا ما كيما قلت لكم ما صورت لكمش كلش، لكن النتيجة راهي تبان. كان صورت لكم كلش لا فيديو تجي بزاف طويلة، والبنات بزاف يشتكوا لي من لي فيديو تاوعي، يقولوا لي لي فيديو بزاف طوال. انا ان شاء الله نحاول نقص في الفيديوهات، نديرهم ان شاء الله شويه قصار. كيما راكم تشوفون مسحت يعني مسحة خفيفة للمبل، مشي حاجة كبيرة. انا اليوم التركيز تاعي كان على الحيط، يعني شوفوا النتيجة فعلا تنقع مليح الحيط مالغري ما استعملت حتى برودوي ولا ما استعملتش الماء، فقط بالميكروفيبر هذاك اللي يكون ناشف يعني يعطالي نتيجة هايلة. والكوتي واحد اخر كيف كيف بنفس الطريقة، مسحت كامل الحيوط وجبت هذوك لي كانابي، ومن بعد عاودت رجعتهم ورجعت كل حاجة بيان سور لبلاصتها. كيما راكم تشوفون نقا يعني يمزين نقايل وكان يبقى، لكن للاسف الشديد دائما نعاودو يعني نفس العمل، خاصه في فصل الصيف يعني دائما تمسحي اليوم وكي تعاودي العشيه تلقاي يعني لا بوسيير كلي ما درتي والو. هنا حبيت نعطي لكم فكره برك على هاد لا طابل، ستون طابل باز يعني ماشي هابطه بزاف، وماهيش اون طابل يعني كبيره، فيها هاد الطابوريات كيما راكم تشوفوا يعني مازال هنا ما مسحتهمش، لكن حبيت نوري لكم فقط الموديل اللي يحب بالك يخدم. هادو خدمهم خويا برك عند النجار، يعني الشكل تاعهم بزاف بزاف شباب. شوفوا كيفاش يدخلوا تحت لا طابل، ولا طابل تجي هكا يعني كبيره شويه، فيها زوج من وزوج من، تقدروا ديروا لها حتى سته تاع لي طابوغي. لو بوا روج عادي ومصبوغه شويه فرونسي كيما راكم تشوفوا. هنا راه الهواء، وهذا الريح كي يكون هكا هو اللي يجيب الغبره، يعني صدقوني كي يعني كي نكمل انا كي نشوف هكا الريح نحاول شويه نغلق على الاقل ما يعاودش يرجع تمثم هذاك الغبار كامل. كيما راكم تشوفوا الدنيا راهي نقيه، نخليوها شويه يعني تتهوى، ومن بعد نغلق شويه على الاقل نخلي الريح يحبس ونعاود نفتح. وبهذا حبيباتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا وان شاء الله عجبتكم لا فيديو. اذا عجبتكم خليوا لي لايك، ولا مازال ما اشتركتوش في القناة نقول لكم اشتركوا في القناة واستناوني في فيديوهات جديدة. ومع هذا الصور تاع البرقوق نخليكم على خير ونقول لكم تهلاو لي فرواحكم، نحبكم بزاف واستناوني في فيديو مقبل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.